السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير كل اسبوع وانتم طيبين. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة بتاعت اللي فاتت. طبعا لو حد عنده اي اسئلة عن حياة عمر بن الخطاب فيعني يسألها لنا تحت في الكومنتات واحنا هنرد عليها في الحلقة اللي بعدها، حتى لو هنتكلم في شخصية تانية لان ديت اخر حلقة في حلقات عمر بن الخطاب. ان شاء الله هنتكلم في شخصية جديدة وهتعرفوها قريب ان شاء الله. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام، الحمد لله. كل أسبوع وأنت طيبة. وحضرتك طيبة. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ما بعد اسلام عمر بن الخطاب، واتكلمنا كمان عن هجرته للمدينة والمواقف اللي عملها ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وشخصيته، وزي ما تقولي كده هو هيئته الخارجية. يعني كنت أول مرة أسمع عن شكله وصف شكله بالحلاوة ديت. فدلوقتي بقى هنكمل آخر حلقة من حلقات عمر بن الخطاب وهنتكلم عن إيه هي المواقف بتاعته وإيه كنيته. اتفضلي حضرتك. الحقيقة اشتهر عنه بأنه رجل مواقف وأنه صاحب أقوال وآراء بارزة ومهمة. كان معروف جدا أنه هو كلامه دايما زي ما احنا قلنا، ده نتيجة أنه هو متربي بطريقة معينة، متعلم قارئ، كان بيحضر مع سادات قريش، وكانوا يعني اعتبروه هو السفير بتاعهم اللي بيوضح آراء قريش عند الاختلافات وأول الحروب والحاجات دي. كان سيدنا عمر هو اللي قايم بالدور ده، فمع التجارب والخبرات بقى صاحب رؤية، بقى متفهم، وهو شخصيته طبيعتها شخصية قوية. شيء طبيعي جدا ان هو يعني يبقى مع السنين كلها أقواله وآراءه تبقى مهمة. عايز تقول حاجة؟ اتفضلي. كنت عايزة أضيف نقطة وكنت عايزة أضيفها أصلا من أول حلقة بس ما الكلام ما جابش. يعني فكرة إن هو كان في الأول كان شغال في رعي الإبل، وإن قد إيه المهنة دي يعني بتعلم جدا، وحكمة ربنا إن أغلب الأنبياء اشتغلوا فيها وعلمت أو أثقلت شخصية عمر بن الخطاب في حاجات كتير جدا، لأن هما هي عبارة عن إبل في حيوانات. فهو أي حاجة أي حد فيهم بيحصل له حاجة هو اللي بيطببه، هو اللي بيهتم بيه لغاية ما يبقى كويس، فبيبقى عنده رحمة. فاللي عنده رحمة بالحيوان فأكيد يعني على البني آدمين رحمته بتبقى أكتر، وكمان بتخليه يبقى عنده صبر وقوة تحمل ومسؤولية. وديت الحاجات دي كلها موجودة في شخصية عمر، ده غير ان هو التركيز والمتابعه، ان هو بيتابع ابل فيهم رايحه فين جايه منين، فهو عنده تركيز شديد وكمان بيقدر ان هو يجمعهم على هدف واحد. ده غير كمان اهم حاجه ان هي بتعلمه التواضع، لان هو بيتعامل مع حيوانات. لو مثلا واحد بيتعامل في التجاره وكده هتلاقي كل ما يبقى عنده فلوس نفوذه بتعلى، الايجو بتاعه بيعلى كده، اما اللي بيشتغل في المهنه ديت بيبقى دايما متواضع، بيبقى دايما متامل، بيبقى دايما رحاله. فبس دي الاضافه. اللي انا لاحظاه يا نور انه ايام صدر الاسلام او حتى ما قبل الاسلام، الرعي مهنه اساسيه ومهمه، بس اللي انا يعني لافت نظري كانوا يعلموا مهنه الرعي دي من هم اطفال. فكره ان الطفل يلاقي نفسه مسؤول عن مجموعه اغنام او ماشيه او ابل او ايا كان، والسيطره عليهم، ومع الوقت ياخد خبرات ازاي يتحكم فيهم، يتحكم لو في حد مثلا حيوان ضرب حيوان او نقره او اي حاجه، ازاي يعرف يهدي، ازاي يديهم المكان اللي هيروحوا وياكلوا فيه، وازاي يجمعهم تاني ويمشيهم ورا بعض. يعني انا حاسه ان فيها علم كتير، هي علم طبيعه. وبعدين ايوه زي ما بتقولي عباره عن ابل بتمشي في ارض الله الواسعه تحت السماء في الاجواء طبعا اللي اكيد اللي هي تأمل. فيها فعلا فيها تأمل، وكمان فيها ان هو بيمشي الماشيه دول او الاغنام دول يا اما صباح باكر يا اما الغروب، والمواعيد الاثنين دول هي مواعيد انسجام الذات ايوه وتحسي كده زي ما يكون التصالح اللي عارف. حتى انت لما بتقعدي على البحر او البلاج او بتيجي عند المعادن دول بالذات تلاقي في سكينه ما نزلت عليكي، صح سبحان الله. فشوفي بقى لما كل ده يجتمع زي ما انت بتقولي، الحيوانات تعلم الرحمة، تعلم الصبر، تعلم الحكمة، تعلم القيادة، مع صفاء في الذهن، راحة في النفس، رياضة المشي، تنفس الجميل أثناء ما هما بيمشوا، ده كل غير الأمانة اللي هو كم هو ممكن يسرق تمام. ممكن يسرق حاجة ومحدش هيعرف، مفيش حد شايفه في ويقدر يقول الصحراء ممكن. هربوا الذئب أكلهم ولا مش أكلهم. فهو بيتعلمه لا يعني بنعرف مين الإنسان الأمين ومين الإنسان مش أمين. فأنا بتفق معك جدا جدا في هذا الأمر. طبعا بنتكلم كمان عن هو
عمر بن الخطاب فعلا كانوا بيقولوا عليه راجل شديد الشعور بقوة المسؤولية حتى تجاه البهائم العجماء، لدرجة انه معروف عنه انه كان يقول والله لو ان بغلة اتعثرت بشط الفرات لكنت مسؤولا عنها امام الله، واخاف ان يسالني الله عنها ويقول لي لماذا لم تفتح لها طريق يا عمر. وايامها بقى كان الاسلام بسم الله ما شاء الله منتشر في كل حته، فحاسس ان هو تحت مسؤوليته منطقه شاسعه، فكان لازم يبقى وبيدور على يعني تعثر شاه او بهيمه من البهائم. كمان كان من ضمن اخلاصه للدين كموقف برضه انا بعتبره من ضمن المواقف اللي تحسب له بشده، ان لما اشتد الجوع في عام الرماده ومفيش سمنه ومفيش ادام وكان في مشكله جوع ومجاعه وحيوانات بتموت، كان في مشاكل كتيره قوي، حرم على نفسه اكل اللي هو الادام اللي بنسميه اللي هي السمنه عندنا يعني، لان هو دول كان طريقه اكلهم يعني، فحرم على نفسه هذا الامر. فكان لما يجي ياكل الشعير والتمر فبعد ما ياكل بطنه تقرقر، فكان قاعد في مجلس النهى وقرقرت بطنه، فما كانش اللي يقول يعني ان شئت قرقري وان شئت لا تقرقري، مالك عندي ادام حتى يقضي على المسلمين. ايوه سبحان الله. يعني كتواضعه ان يعيش عيشه الناس اللي بياخدهم يجوعوا اجوع يتحرموا اتحرم. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب عنده حاجات كتير قوي، كان لبسه ما لم يتمنظر بلبسه ولا يلبس الغالي زيه زي اي حد، بينام تحت الشجره ولا بيت فاخر ولا حاجه، ويمكن الكلام ده يعني هيجي في اوقات تانية. في احد الحروب او اثناء الفتح يعني اللي كان عامله، عمل فتوحات كتير جدا، ايوه تحالف الحلف الفارسي مع الحلف البيزنطي، وكان ده اتفاق ما بين هيركل والشاه يزدرجد الثالث، ايوه يزدرجد الثالث اتحالفوا ان هم ينضموا على بعض عشان يحاربوا المسلمين، لان هم كانوا خايفين منهم بقياده عمر بن الخطاب، كانوا قلقانين، فروح نتجمع عليه علشان ايه نحاربه مع بعض. لكن سيدنا عمر بذكائه عرف ان عمرهم ما ينفعوا يتجمعوا في نفس الوقت، طيب فخطط انه يقابل بجيوشه جيش الروم، وبدأ يعمل حاجة جميلة قوي، قسم جيشه إلى مجموعات، ايوه مجموعة تطلع على جيش الروم دول يحاربوهم، وبعدين يروح هوب بعد شوية جايين مجموعة تانية، بعد شوية مجموعة تالتة، فاهمة إزاي؟ فبدأ جيش الروم يحسوا إيه ده سيل متدفق من المسلمين، ايوه هبطوهم وهزموهم واستنفذوا قوتهم قبل ما الجيش البيزنطي يجتمع عليهم. فكانت دي خطة يعني ضمنت النصر للمسلمين، مش بعدد ولا عتاد ولكن بحسن بذكاء. تخطيط، حسن تخطيط. فده من المواقف اللي انا احب يعني اضمها لمواقف سيدنا عمر بن الخطاب. نيجي بقى نتكلم عن اللقب بتاعه والكنيه بتاعته. سيدنا اللقب بتاعه لقب بالفاروق، الفاروق. وكان فيه برضو من ضمن كنيته ابو حفص، أبو حفص. هو كان يعني دايما بيتلقب يا اما الفاروق يا اما ابو حفص، ولكن الكنيه بتاعته هنقولها بعد شوية اللي هي إيه، هنقولها بس لما تيجي وقتها. تمام. اللي هو هقول لك عليها دلوقتي اللي هي أم أمير المؤمنين يعني، بس لما تيجي قصتها. سبب بقى إنه سمى بالفاروق، نحن قلنا إنه لما أظهر إسلامه وراح وسأل أخته الرسول عليه الصلاة والسلام فين، قالت له في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وراح وطبعا خلاص عرف إنه يعني جاي سيدنا محمد، مسكه كده من هدومه وقال له أنت مش هتكفي بقى، مش هتقف بقى، كفاية عليك، لأنه كان بيحارب المسلمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومسكه كده نهره جامد، راح واقع على الارض كده بقى راكع على الارض، قام قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، راح كل اللي في بيت ابي الارقم هللو. كبروا وهللوا، وكان يعني ايه كانه فرح. فاول ما قعد بقى وكده قال له احنا ألسنا على الحق سيدنا محمد؟ قال له بلى. قال هو الذي بعثك بالحق لنخرجن، وفعلا وافق سيدنا محمد، وعملوا صفين، صف كان بقيادة أو على رأسه سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وصف الثاني يتقدمه عمر بن الخطاب. ولما طلعوا ووصلوا من لغاية الكعبة، الكفار هناك كانوا شافوا وشهم يعني اتغير
لان حسوا ان اتنين من كبار الاقوياء بتوع الزمن ده التحقوا بالاسلام، لقوا نفسهم ان كده خلاص احنا ما عندناش قوه، ايوه مقدروش حد يتصدى ليهم ابدا. نيجي بقى عن لقب امير المؤمنين، وده كان بعد ما اخذ تولى الخلافه الخلافة. ولا الخلافه، فكان في مقترح ان يسموه خليفه رسول الله السلام. عليه الصلاه والسلام. فقال لهم لا، الاسم ده مش هيبقى نافع، عشان اللي هيجي بعد بقى هيبقى اسمه خليفه خليفة. رسول الله، يعني مش معقول. اجتمعوا على اسم تاني، دوروا على اسم تاني يعني يبقى ايه سهل كده، يميز كل اي حد هيمسك بعد كده الايه الخلافه. ايوه فقالوا احنا دلوقتي المؤمنين، قالوا له وانت امرنا يبقى انت امير المؤمنين. ايوه فمن هنا قالوا ايه كلمه امير امير المؤمنين المؤمنين. وسمي بقى. نتكلم بقى عن زوجاته، ايوه هنقول كل زوجه ويعني السيره سريعه عنها. تفضل. في واحدة اسمها قريبة بنت أبي أمية، دي كانت صحابية وكانت زوجة عمر بن الخطاب، ومن بعده يعني لما طلقها أو بعد موته اتجوزت معاوية بن أبي سفيان. الزوجة اللي بعد كده أم كلثوم مليكة بنت جرول، دي كانت خزاعية، ايوه دي كانت والدة عبيد الله بن عمر. بعد كده جت زوجته زينب بنت مضعون، ودي كانت بنت حبيب ابن وهب بن حذافة، وهي جمحية صحابية، وأخت عثمان بن مضعون وزوجة عمر بن الخطاب، أم عبد الله بن عمر، وأم المؤمنين حفصة بنت عمر وعبد الرحمن بن عمر. كمان كان في عاتكة بنت زيد، وهي ابنة زيد بن عمر، أخت الصحابي الجليل سعيد بن زيد، وبنت عم الصحابي الجليل عمر بن الخطاب. ايوه كان معروف عنها البلاغه وفصاحه القول، يعني متكلمه وحلوه. كان فيه بعد كده ام حكيم بنت الحارث ايوه بن هشام بن مخزوم، هي مخزوميه قريشيه كانت تحت عكرمه بن ابي جهل، ولما مات في معركه اليرموك خلف عليها خالد بن السعيد، وبعدين لما اتقتل تزوجها سيدنا عمر بن الخطاب، وولدت له فاطمه بنت عمر. ايوه بعد كده تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية القرشية، ودي كان أمها فاطمة الزهراء، وهي أصغر حفيدات الرسول صلى الله عليه عليه وسلم. افضل الصلاة والسلام. فتوحات بقى بتاعت عمر بن الخطاب. فتح الشام، وإحنا مش هندخل بقى في قصة الفتح إيه وأحداثها العسكرية إزاي، عشان دي حاجات مش بتاعتنا. وكمان فتح مصر. العراق وفارس ايوه الأول. بعد كده طبعا عام الرمادة ده كان حصل فيها مجاعة، وكان فيها كمان انتشار مرض الطاعون اسمه ايوه طاعون التاريخية. كمان بعد عام الرمادة ده مرض الطاعون، جاء سيدنا عمر وعمل فتح مصر، ايوه وكمان عمل فتح برقة وطرابلس الغرب. ايوه بعد كده حابين نتكلم عن عن اغتياله. اغتياله. كان كتير من الفرس واللي يعني بقوا على المجوسية طبعا كانوا عندهم حقد شديد وكراهية لقائد الدولة الإسلامية اللي انتصر عليهم في عدة مرات ايوه وقضى الإمبراطورية بتاعتهم. في شهر أكتوبر سنة 644 نوى سيدنا عمر بن الخطاب أداء الحج في مكة. كان المخططين بقى بتوع اللي عايزين يقتلوه عرفوا المعلومة دي، فبدأوا يتبعوه لغاية لما وصل لجبل عرفة. بدأوا يعملوا إشاعات زي إيه؟ إيه، واحد يعلي صوته ويقول إن عمر بن الخطاب مش هيقف على جبل أحد تاني، وواحد تاني كان بيقول إن الحج ده هو آخر حج للخليفة، وواحد تاني يقول ده أصيب بجمرة أثناء ما الناس كانت بترمي الجمرات جات له جمرة في راسه فمات. فكان يعني كانوا بينزلوا إشاعات لغاية لما سيدنا عمر بن الخطاب وصل للمدينة المنورة. جه واحد اسمه أبو أبو اللؤلؤ لولا. الجوز الفارسي، طعنه بخنجر، والخنجر كان ذات نصلين، طعنه 6 طعنات، وكان بيصلي ساعتها الفجر بالناس. كان اليوم ده يوم الأربعاء 26 ذي الحجة سنة 23 هجرية، وده كان موافق سنة 644. وطبعا حملوه بسرعة على المنزل اللي كان ساكن فيه،
لغاية قبل طلوع الشمس، ويحاولوا بقى يمسكوا الناس القتلة. فعلا سيدنا عمر عبد الرحمن بن عوف ألقى الرداء كده كان معاه على أبي لؤلؤة، فطبعا تعثر فيه يعني، ايوه طبعا وقع وطعنوه. هو لما عرف انه ممسوك بقى خلاص، هو اللي طعن نفسه. ابو لؤلؤة عرف، فقال بدل ما اتعذب ايه، اموت نفسي بنفسي. ايوه وبكده يبقى كانت مؤامره ونجحوا فيها للاسف يعني. بعد كده حصل بقى انهم بداوا ايه، ينتخبوا حد بعد سيدنا عمر. ايوه فكانوا مجمعين اهل الشورى، واهل الشورى دول كانوا عباره عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب والزبير بن العوام وسعد بن ابي الوقاص وطلحه بن عبيد. ايوه اجتمعوا وعلى اساس ان هم يبداوا يختاروا الخليفه اللي بعد، فاجتمعوا في بيت المصور ابن مخرمه. ايوه وبعض الناس قالوا لا، ده كانوا قاعدين في حجره عائشه، والبعض التاني قالوا انه كانوا قاعدين في بيت المال. ايوه المهم انحصر الامر ما بين ثلاثه. زبير ايوه فوض او يعني اقترح سيدنا علي، وفي ناس تانية اقترحت عبد الرحمن ابن الرحمن، وناس تانية اختاروا عثمان. ثلاثة. ايوه لكن لما قعدوا بقى يختاروا بين المسلمين بقى كده، اللي سرا سرا واللي جهرا جهرا، اتنين اتنين شوية شوية مجتمعين. المهم بعد 3 أيام من الفوضات والدنيا دايرة في هذا الكلام، تم الاجتماع على سيدنا عثمان عثمان وتمت مبايعته. ومن الناس اللي بايعوه علي بن ابي طالب، والكلام ايوه ده كان 3 محرم سنه 24 هجريه، في سنه 644 ميلاديه. كده يبقى سيدنا عثمان بن عفان هو تولى الخلافه أمير المؤمنين. وامير المؤمنين بعد سيدنا عمر بن الخطاب. احنا كده خلصنا خلاص مش هنتكلم على عمر بن الخطاب تاني. تصوري. الحقيقه انا عايزه اقول للناس اللي بتسمعنا، لما بنقرا في سيره عمر بن الخطاب، السيره دي غنيه جدا جدا جدا، ومن الصعب قوي انك تختاري كلام وتسيبي كلام. صعب قوي حتى تذكري مجرد تنويه عن أيوة. حاجات، تقولي لا مش هتكلم فيها كتير، بس هنتكلم تنويه عنها وناخد عناوين، تلاقي برضو العناوين كتير. لان مده الخلافه بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب كانت غنيه بالانتصارات والفتوحات فتحات. والمواقف اللي تعز المسلمين، أيوة. تخليهم ان هم يفتخروا ان حد زي الخليفه عمر بن الخطاب كان قائد لهم في يوم من الايام. كان من شده عدله ومن شده انه فقيه جدا ومتكلم يعني سديد الراي، وكان ايوه له رؤيه، فكان يعني مليان حاجات جميله. ايوه فالحقيقه اللي احنا قلناه يعني ولا نقطة واحد نقطة عشر البحر. ولا وقفتك يعني، ولا حاجة خالص من جنب التاريخ الجميل. ويعني اللي يقدر يقرأ في عبقرية عمر بن الخطاب بتاع عباس يعني العقاد. عباس العقاد، هيستمتع جدا جدا، وهيقضي وقت جميل جدا في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب. احنا كده هو تخلصنا. اتمنى تكونوا استفدتوا، واللي ما شافش اول حلقة او ثاني حلقة يروح يشوفها. واحنا اتكلمنا هو عن خالد بن وليد، وحابة افكركم ان احنا عاملين حلقة رائعة عن خالد بن وليد، وكانت جميلة جدا جدا يعني، واتكلمنا عن حياته وحاجات كتير عنه. فروحوا شوفوها واتفرجوا على الحلقات ديت. حد عنده اي سؤال اكتبها لنا في الكومنتات، هنكون مبسوطين جدا واحنا بنرد على الاسئله. حضرتك حابه تضيفي يعني زي نصيحه او احنا استنبطناها من حياه عمر بن الخطاب؟ طبعا. اتفضلي. اولا لما تيجي تزوجي بنتك، في بدايه نتكلم عن البنت يعني، اختاري الامين العادل الملتزم دينيا. لان اذا التزم دينيا هيراعى الله في مراته اللي هي بنتك. اذا التزم بدينه مش هياكلها من حرام، هيسيبها تعمل الحرام. اذا التزم دينيا هيربي ولاده بما يرضي الله. إذا التزم دينيا هتأمني شره إذا حصل خلاف. إذا التزم دينيا هيرحم زوجته أو بنتك ايوه حتى أخطأت، فهيكرمها، حتى إن زعل منها هيناقشها، لكن مش هيظلمها. كان في موقف ان كان احد الصحابي كان عايز يروح يشتكي لعمر عن زوجته،
فقبل ما يترك الباب تلاقاه ان هو وزوجته يعني كان في خلاف، وهي كانت عماله تزعق وكده. فبعد كده هو لما قال له انت كنت جاي، كان جاي يفتح الباب فلقاه، فقال له انت جاي ليه؟ كنت قال له كنت جايه اشتكي من زوجتي، خلاف من زوجتي وكده، فلقيتك انت كده هو فمشيت. فقام قال له مقوله حلوه فضلت انت تقوليها. نقول ان ازاي انا ارفع صوتي على زوجتي وهي بتحضر طعامي وتمهد فراشي وتغسل ثيابي ومجهزه البيت لراحتي، هي دي ايوه اللي بتداني لما تغلط ولا تنفعل ولا حاجه ازعل منها، انا اتحملها. وده ايوه حقيقي مع يعني قد يبدو متناقض مع شخصيه سيدنا عمر بن الخطاب قوية. القاسي، بس قاسي في الحق، قاسي عشان يعني ينتصر للإسلام، لكن مش قاسي على سيدة في يعني رعايته، ايوه في يعني أمانته. الست دي المستضعفة دي أنا بقوتي هدهسها يعني هأذيها، ما يجوز الراجل اللي يستقوى على زوجة أو ابنة أو حتى أي مرأة ده الرجولة بتاعته ناقصة. ايوه، لانك تكون بتستقوى على ضعيف، ما بتستقواش على حد قوي. قوتك لعدوك وعدوك الراجل برضو، يعني ايوه حتى لو ست مش مسلمة وبتتعرض لك ما تأذيهاش أبدا، ايوه أنت صح تبعد عنها بس ايوه تتجنبها، لكن يعني قسوة رجل بقوته على امرأة دي مش من الرجولة ايوه صح أصلا. فمن هنا يعلمنا سيدنا عمر بن الخطاب حكمة، احنا بنقول ده اللي بتختاريه لإيه؟ لبنتك. طب ايوه وابنك؟ لا، ربي بقى على اخلاق سيدنا عمر بن الخطاب، ايوه وخديه مثل، خديه نموذج، زي ما بناخد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نموذج، ازاي كان بيلاعب زوجاته، ازاي كان لطيف مع زوجاته، ايوه ازاي اذا كان زوجاته تمرض ولا ياكلها ويراعيها، ويعتبر ان اللومه اللي بيحطها في بق زوجه من زوجاته هي غضب. هيجر عليها اجر حسنه صدقه. ايوه تصور لما يتعامل مع الأمور اللي زي دي بهذا المعنى تبقى الحياة الزوجية شكلها إيه؟ صح فيعني يا ريت يعني نعتبر بقصة سيدنا عمر بن الخطاب، وطبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكيد نموذج بتاعنا، وكمان سيدنا أبو بكر، الناس دي نتعلم منها كتير كتير جدا، وربنا ما جعلهمش في حياتنا عشان يمر علينا مرور الكرام، ايوه لا، عشان نتعلم منهم. نتعلم منهم كل حاجة هم عملوها، ايوه لأن ربنا أهلهم لمهام عالية جدا، فكان مجهزهم أحسن تجهيز فيكونوا بالنسبة لنا مثل أعلى. ايوه آه، وكمان حابه اقول ان احنا الحلقات ديت احنا بنقول اختصار مختصر الحياه، مش بنقول الحياه كلها. فيعني اتمنى ان تدخلوا بعد كده هو تبحثوا عن عن حياتهم، وتبحثوا عن وتتعلموا من سيرتهم اكتر واكتر. يعني احنا بس ما عملناش غير ان احنا ايه، لفتنا نظركم بس صحيح، يعني العلم الحقيقي وكده هو انتوا اللي هتعملوه. يعني تسمعوا فيديوهات، تشوفوا كتب او كده، على حسب بقى اللي هو اللي عايزه. وكمان تحاولوا تبسطوا المعلومات، او هيتلاقوا قصص كتير للاطفال وتبداوا تحكوها لاطفالكم، لان دوت هيربي كتير جدا فيهم. يعني والله يا نور انا بتجيلي حاجات كتير عن الاطفال وشكاوى، احنا لو قدمنا من طفولتهم قصص للناس الرائعة دي هيهتدوا بهدايتهم، هيشوفوا نماذج رائعة يتمثلوها. والأهم من ده كله إن ما ينفعش أعلم ابني حاجة بابا مش بيعملها، ما ينفعش أقول لبنتي حاجة أنا شخصيا ما بعملهاش. ده حقيقة، دي أكتر نصيحة احنا اتكلمنا فيها من ساعة ما بدأنا، أكتر حاجة وهنفضل احنا نقولها كل مرة وهنفضل نتكلم فيها تاني. أيوة إن هي أساس يا نور والله. يعني لو التشويه العلاقات الزوجية جاي ازاي؟ انحراف الأولاد اجتماعيا وعلميا ودراسيا وأخلاقيا ودينيا كله جاي منين؟ ما فيهوش نموذج، فاحنا ما كناش احنا هنعرف نبقى نموذج كفاية. طب نجيب الناس الحلوة دي ونكلم أولادنا عنهم، ايوه واحنا هم نقتدي بيهم. ما ينفعش أقول لابني خليك زي عمر بن الخطاب هو وأنا ما أبقى زي، يعرفش، او هو ما يعرفوش، او انا مش زيه. انا مش زيه. ما هو اصل عايزه يعني بصي يقول لك ما تقولش لابنك افعل ولا تفعل، انت افعل وهو يقلدك. صح، ده حقيقي. ربنا يهدينا ويهدينا يا رب.
اللهم آمين. ماشي، إن شاء الله استنوا مننا الشخصية الجديدة، وهنتكلم يعني هتبقى شخصية جميلة زي عمر بن الخطاب، هو مش حد زي عمر بن الخطاب بس هتبقى شخصية كويسة وهنستفيد منها وهنتعلم منها. شكرا لحضرتك، أسعدتينا وأمتعتينا صراحة. طبعا ما تنسوش تشيروا الحلقات، وشكرا جدا ليكم، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله.